على غير العادة، كانت قد هدأت الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما وصل رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف لتفقد موقع قصف ودمر، مجازفة بررها رئيس مجلس النواب بأنه ابن حرب. نحن أولاد الحرب. في المقطع المتداول يظهر شخصان على ما يبدو أنهما قياديان ميدانيان من حزب الله يناشدان محمد باقر بمزيد من الدعم والإسناد. نحن نقوى بوجودكم بيناتنا، بالعكس نستمد الثبات والصبر. وهذا تأكد أن الجمهورية الإسلامية لم تتركنا ولسنا وحدنا. ناشطون علقوا على المقطع المتداول منتقدين الدور الإيراني في لبنان وأنه لم يتعد حتى الآن كلمات التطمين والمواساة من دون أي فاعلية حقيقية على الأرض، وسط الخشية من أن يترك لبنان وحده في هذه المواجهات الدموية. زرت لبنان العزيز ولدي رسالة من القيادة الإيرانية بأن إيران ستظل تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية وشعبها في هذا الوضع الصعب. وفق قاليباف ستدعم إيران الحكومة والشعب وحزب الله في وقت واحد، وهو أمر أشبه بالأحجية في ظل التباين الكبير في المواقف لهذه الفئات الثلاث، وأهمها النازحون من الشعب، ما يقارب 1.5 مليون مواطن مشردين في مدارس وشوارع ودور إيواء، وبحاجة ماسة لإغاثة طارئة وإسناد.